نتعرف أكثر على شعور المجموعة الثانية اللي كان التنافس كبير جدا ما بينهم. بنستضيف في البداية معنا ريم غزالي. مساء الخير. مساء النور. يا هلا ومرحبا فيك ريم. في البداية قولي لي كيف الأعصاب؟ الأعصاب أكيد متوترة جدا متوترة. بس بثق بجمهوري وكل الناس اللي صوتوا لي. وأول قبل ما نبدأ كل شيء بدي أتشكر كل الناس، يعني ما أنسى لهم هذه الوقفة، وكل الناس اللي ما أعرفهم وقفوا معي والناس اللي متعودين في التصويت في نجوم في القنوات نجوم، بدي أتشكرهم وبدي أقول لهم عن جد مرسي كتير. وأهلي وأختي سلمى وبشار زوجها وكل ما بدي أنسى أحد، خي أحمد وكل الناس كثير كل أسماء. الناس يعني كثير أسماء وكثير ناس اللي عمان توقف لهلا التصويت، وبدي أتشكرهم شكر خاص ما تقدروا تتصوروا قديش أنا فرحانة ومبسوطة وبيضتوا لي وجهي. وأنتوا أحلى 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 جمهور عن جد. وتحية خاصة للأستاذ بوغانيم لأنه عن جد ما قصر معي، عن جد مرسي كتير. وكل الناس لأنه في كتير ناس، بس عم بقول بوغانيم لأنه هو فاهم الموضوع بس عشان هيك. طبعا ريم يعني لاحظ أن خلال مرحلة التنافس أول يوم يومين كانت الأصوات أوكي متباعدة شوي، ولكن في الثلاثة أيام اللي مضت الأصوات نار كانت، وكانت قريبة جدا أنت وفهد الزايد بالتحديد. يعني أنت ترتفعين 100 وهو يرتفع 100، شلون كان الشعور؟ يعني أنا اللي والله شوفي أنت يعني من المقربين كثير لفهد الزايد. أيوة بالضبط. وكلمتك أنه أنا أو فهد أو ألحان أو ليلى نحن كلنا أخوان، لكن كيف كان الشعور؟ هي بالضبط، يعني كل يوم نتلاقى في الأوتيل مثلا لو فهد بيقول لي عم نعمل أنا وياك سباق سيارة. صانع وفهد شنو بقول له يلا نحن نركض انا وياها عشان نشوف مين يسبق الاول. لا لا اكيد اذا ربحت الحان ولا فهد انا بنبسط لهم من قلبي. واكيد بدي يعني شكر كثير كبير لاهل الكويت على تصويتهم ودعمهم، وكل جمهور فهد كمان انا بشكرهم قبل ما اشكرهم فهد، انا بقول لهم ميرسي واحنا اصدقاء اكيد. اوكي اذا اليوم طبعا انا الحين ما نعرف النتيجه الاخيره، يعني حجبت عنكم قبل شوي لكن التنافس كبير كان بينك وبين فهد. صح. إذا أنت تأهلتي عن فهد شو تحب تقولي لو إذا هو اللي فاز وتأهل شو تقولي اللي بعد؟ لا والله حبيبي فهد يتأهل هو، ولا أنا عن جد ما مش مجاملة ولا شيء، أكيد حلو الربح بس بالآخر اثنين رح يطلعوا واثنين رح يفلوا. مهما كانت الهيدي أكيد كنا على أعصاب أنا نفسي ولا الأربعة نرجع يعني للهيدي نكفي المسابقة، ما بدي واحد يطلع فينا. بس إذا تأهلت يعني بربح صح؟ إذا تأهلت بقول لفهد والله يا فهد خلاص بترك لك محلي معليش. وهو نجم وفنان وألبومه بجنن وكتير بحبه لفهد وبحبك كتير يا فهد، بتمنى لك كل التوفيق يا رب. ريم نحن نتمنى لك التوفيق. الله يحفظك يا رب. على المسرح بنتعرف على النتيجة سواء أنت أو من أخوانك أكيد كلكم نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله. باي، بحبكم كثير وميرسي كثير على التصويت. شكرا لك. باي. ميرسي لك. باي. اذا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم، وايضا النجوم اللي كانوا ضمن التنافس بيكونوا معنا بعد شوي.